السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم سنقدم لكم شرح حول كيفية فحص وتنظيف السلف او ما يطلق عليه بديمارور او ستارتر المحرك. موضوعنا الاساسي هو عملية تنظيف السلف من الاوساخ المتراكمة عليه والتي هي الأخرى تتسبب في ضعف دورانه، لأن الكثير من الأخوة يسأل عن هل صحيح نستطيع تنظيف السلف أم هناك خطر على مكوناته؟ الجواب نعم، نستطيع تنظيفه كليا ما عدا الفحامات أو ما يطلق عليها بالشربونات، لأنها تتأثر بالمواد المنظفة وخاصة البنزين. لنبدأ على بركة الله في طريقة فحصه أولا، وهي طريقة سهلة جدا. عندما تأتي بالسلف إخواني، لو نلاحظ هنا وجود ثلاث مخارج للكهرباء. مخرج لو نلاحظ هنا، هذا المخرج يذهب مباشرة إلى الداخل، به سلك، ها هو سلك موصول، هذا سلك موصول إلى الداخل، وهنا السلك الباقي وهذا البرغي المتبقي نعطيه موجب مباشرة من البطارية. دائما عندما تجد صامولة لوحدها بهذا الشكل نعطيها موجب مباشرة من البطارية، والصامولة التي تدخل إلى الداخل تتركها كما هي. وهنا توجد في بعض الأحيان تجد فيشة، وفي بعض الأحيان الأخرى ستجد برغي بمقاس 10. كيف نقوم بعملية الفحص؟ نأتي بالسالب، دائما السالب نضعه على جسم السيارة بهذا الشكل، لو نلاحظ هنا، ثم نأتي بالموجب. الموجب عند قياس السلف، إذا أردت فقط المحور الدوار يدور أقوم بوضعه بالصامولة الداخلة إلى الداخل بهذا الشكل. نلاحظ إذا أردنا هذا البنديسك يخرج سنقوم فقط بملامسة هذه الفيشة أو الصامولة رقم 10. نلاحظ، لكن إذا وضعته على هذه الصامولة لن يحدث أي شيء. إذا أردنا السلف يخرج، الجزء الدوار يخرج والبنديسك الجزء الدوار يدور والبنديسك يخرج معه، نقوم فقط بملامسة هذان الجزئان. سأتي مثلا بهذا المفتاح وسأقوم بملامستهما بهذا الشكل. سنجعل لا أقوم بملامستهما أولا ثم أعطيه الثالث. لو نلاحظ بهذا الشكل إخواني، هنا نكون قد قمنا بفحصه. كيف نقوم بعملية تنظيفه؟ سأقوم بفتحه كليا ونقوم باستخراج كل القطع منه. الآن سنبدأ بعملية الفتح. هنا توجد الشربونات، هذه هي الشربونات أو الفحامات. ثم نقوم بجذب هذا الجذب بهذا الشكل ونخرج هذه الصامولة بهذا الشكل، ها هو الجزء. نلاحظ هنا توجد الفحامات، ها هي الفحامات لازالت سليمة. انظروا إلى الأوساخ، وهذا ما يسبب كذلك عدم دورانه بشكل صحيح.
نلاحظ كذلك هنا بعض الزيوت التي تمنع من عدم ملامسة الحلقات النحاسية بجزء الدوار جيدا، وبالتالي تضعف حركة السلف. كيف نقوم بفك هذا الجزء الدوار من هنا؟ سأقوم بفتح الكوتاكتور أو ما يطلق عليها بالدقمة. الدقمة فقط يوجد هنا برغيان، وكذلك في بعض السلف تجد ثلاثة، واحد هنا واحد هنا وواحد هنا. دائما عند نزع الدقمة نقوم بوضع أصبعي هنا لأن بها نابض، وسيقوم بدفعها للخارج. دائما عندما تريد نزعها يا إخواني أعرف الوضعية التي كانت عليها، يعني دائما هذا أتركه لجهة اليمين، أو تستطيع تقوم بتصوير أخذ لقطة أو صورة حتى تعرف كيف تقوم بإرجاعه، لأنك لا يمكن لك أن تقوم بإرجاعه بهذا الشكل. وعند عملية السحب أقوم بنزع هذه القطعة وتركها بهذا الشكل. عند عملية التركيب لا نقوم بقلبها، وإنما ترجع بهذا الشكل، تركها جانبا. كذلك أقوم بالفك وأحافظ على هذا النابض بمكانه، ثم أقوم بنزع هذه القطعة أضعها بداخله. وهذه القطعة يا إخواني أقوم بجذب الجزء الدوار من مكانه، ونحافظ على هذه القطعة كيفما أخرجناها نقوم بإدخالها. لا تقوم بإدخالها بهذا الشكل، وإنما قم بالمحافظة عليها بهذا الشكل، تقوم بإدخالها كما قمت بإخراجها. هذا هو الجزء الدوار، ننظر إلى الأوساخ. ننظر إلى الأوساخ، سنقوم بعملية غسل كل هذه الأجزاء ما عدا هذه القطعة. سأقوم بغسلهم كلهم بالبنزين ما عدا هذه القطعة وهذه القطعة، كذلك سأقوم بغسلهم فقط بالماء والصابون، وأتركهم هكذا لأن أصلا ليست متسخة كثيرا، لكن سأقوم بغسلها بالماء والصابون. والأجزاء المتبقية كلها سأقوم بغسلها بالبنزين ما عدا الفحامات إخواني، سأقوم فقط بغسل هذا الجزء، سأقوم فقط بغسل هذا الجزء من هنا للأسفل. أما مكان الفحامات لن أقوم بغسله بمادة البنزين إخواني. سنمر لعملية الغسل.
بعد عملية تنظيف القطع إخواني بشكل جيد، يسأل البعض عن أسباب ضعف دوران التلف. من أسباب ضعف فيه إخواني اهتراء وتلف الحلقات النحاسية التي تكون مركبة بهذا المكان في مقدمة السلف وكذلك في مؤخرته بهذا المكان. يعني هذه القطع النحاسية يجب عليك استبدالها ووضع شرع عنها مفصل عن كيفية استبدالها، سأضع لكم رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. كذلك عدم استبدال الفحامات أو ما يطلق عليها بالشربونات، هذه هي الفحامات يجب علينا استبدالها. إذا لم تكن جيدة بهذا الشكل، كذلك هذا الملف إخواني إذا أصبحت مقاومته ضعيفة سيضعف ومع دوران سيضعف معه دوران السلف ويتوجب استبداله. كذلك هذا العضو الدوار أو ما يطلق عليه بالبينيو هو الآخر أو لندوي هو الآخر عندما تقل مقاومته بسبب طول عمره وكثرة الاستخدام. كيف نقوم بفحص هاته مبدئيا بلمبة الفحص؟ أقوم لكم بالفحص بلمبة الفحص. نأتي بموجب من البطارية مباشرة، أقوم بربطه بلمبة الفحص بهذا الشكل، ثم لنقوم بتجريب هذا الملف. سأقوم بوضع السالب هنا أو الموجب لا يهم، ثم نقوم بفحص هذه الشربونة. لم تضيء، يعني هذه لم تضيء، لكن هذه ستضيء الآن وهذه ستضيء، يعني المقابلة لها تضيء والجوانب لن تضيء. هنا سأضع الآن على سالب أو جسم الدينامو، سأضع الآن هنا، اشتغلت من قبل هنا، الآن ستشتغل هنا، هذا يعني أن هذا الملف صالح. سنمر إلى لندوي، نقوم بوضع مجلس سالب على الجسم ثم نضع هنا. يجب عليها أن لا تشتغل إخواني، إذا اشتغل فإن لندوي به خلل. لننظر، لكن سيشتغل هنا بالكامل عندما أقوم بتدوير كل ألامس كل جزء ألامسه بهذا الشكل إلى أن تجد كل هذه الملفات مشتغلة، ثم نلامسه بهذا الجزء ستجده يشتغل. ثم نمر إلى الأعلى، نضعه هنا، يجب أن لا يشتغل هنا وهنا، يجب أن يشتغل في كل هذه الحلقات بهذا الشكل. نمر عليه إلى أن أجد كل هذه الحلقات تشتغل، إذا لم أجد حلقات تشتغل فإن الملف معطوب. لنمر إلى الدقمة أو الكونتاكتور كذلك، هنا لنلاحظ السلك الذي يدخل إلى يكون مربوط بهذا المكان، يكون بهذا الشكل. أقوم بملامسته سواء بالموجب أو السالب لا يهم، ثم نقوم بفحص هذه النقطة يجب أن تشتغل، وأقوم بفحص هذه النقطة يجب أن يشتغل. إذا أردت تمرير لها كهرباء مباشرة، أقوم بالإتيان بالموجب مباشرة وأضعه هنا، لننظر كيف تعمل. هذه هي طريقة تجريب الكونتاكتور إخواني، لكن إذا وضعته هنا لن يحدث أي شيء، لكن هنا لننظر تدخل وتخرج معنا، دلالة على أنها تعمل دلالة على أنها تعمل بالشكل الجيد. ثم الآن نأتي لعملية التركيب. نأتي بالمقدمة هي الأولى، ثم نأتي بهذه القطع. قبل وضع هذه القطعة سأقوم بإدخالها بمكانها بهذا الشكل، لا تقوم بقلبها إخواني بهذا الشكل، وإنما تكون بهذا الشكل كما قمت بنزعها، قم بإرجاعها. ثم نقوم بإدخال الرأس إلى مكان بهذا الشكل، ثم نأتي بهذه القطعة نضعها بمكانها كما قمنا بنزعها، نقوم بإرجاعها إلى مكانها. ثم نأتي بهذا المكبس نضعه كذلك بمكانه، ثم نأتي بالدقمة نضع بها النابض، ثم كما نزعناها نقوم بإرجاعها، نزعناها بهذا الشكل نقوم بإرجاعها بهذا الشكل. ها هي معنا، ثم نقوم بإيصال البراغي لها.
ثم نأتي بهذا الجزء، نقوم بوضعه الآخر. لإدخال الشربونات إخواني، نقوم فقط بإرجاع الشربونة الأولى بهذا الشكل ونقوم بالضغط. نلاحظ ثم ندخل هذه الأخرى، إلى أن تدخل معنا بهذا الشكل. ثم نقوم بمحاولة أخيرة. عفوا، لماذا على السلف؟ إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. نرجو الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.